المناطق الحساسة ودرجة إغماء اللون في المناطق الحساسة. حاجة من الحاجات اللي دايما بنتسائلها على طول في العيادات وبالذات مع جلسات الليزر. اهلا بيكم دكتورة هالة سلطان، طبيب الامراض الجلدية بمستشفى الحوض المرصود، معاكم ومن عيادات كنانة. موضوعنا النهاردة الحقيقة مهم جدا جدا جدا، لانهم بيسألوا عليه بشكل متكرر جدا جدا جدا، المناطق الحساسة ودرجة اغماء اللون في المناطق الحساسة. حاجة من الحاجات اللي دايما بنتسائلها على طول في العيادات وبالذات مع جلسات الليزر، دكتور انا عندي المنطقة الحساسة غامقة، دكتور انا عندي الاندر ارم والبيكيني غامقين، دكتور انا عايزة افتح المناطق دي. طيب عشان نبتدي بس من الاول نعرف ان المناطق الحساسة في جسمنا المفروض ان هي بتبقى اغمق من جلدنا من درجتين لاربع درجات، وده اللي بنسميه طبيعي، ان هي تبقى اغمق شويه من جلدنا لان المنطقه دي منطقه تحول من الجلد العادي للاغشيه المخاطيه. فالمنطقه دي بيبقى فيها طبيعه الجلد مختلفه وطبيعه المكان مختلفه، فطبيعه اللون بتبقى مختلفه، وكذلك انها بتتاثر شويه بالهرمونات، بتتاثر شويه بانها مكان الجلد فيه رؤيه قوي، فممكن يبان اللي تحته من اورده واعصاب وشرايين، فبتبان انها لونها اغمق درجتين لاربعه كمان، فمن الطبيعي ان هي تبقى اغمق. فلما انت بنقول ان احنا محتاجين ليها ان احنا نحسنها او نفتحها او نغير شكلها، لما بيبقى فيه مشكلة حقيقية ان الدرجة اغمق من 3 درجات، اغمق من 4 درجات من الطبيعي، ودي حاجة دايما بيبقى ليها اسبابها. طيب فطبيعي ان احنا لما عارفين الطبيعي نبقى عارفين ده في مشكلة او لا. وبرضو المناطق دي بتغمق كذلك مع الحمل، مع كلف الحمل بيحصل لها انها بتغمق زيادة شوية، فطبعا لازم نبقى عارفين ان الحاجات دي كلها بتاثر على المكان. وكمان لو في التهابات مع ازاله الشعر، لو في التهابات من لبس ملابس غير قطنيه، التهابات اللي بتحصل مع الصيف، فكل الحاجات دي بتبقى سبب ان درجه الجلد تغمق. طيب الحاجات دي كلها بنحطها في الحسبان واحنا جايين نفكر احنا اصلا ده طبيعي ولا هنعالجه. فاتفقنا من الاول ان المكان ده اغمق من درجتين لاربع درجات، ده الاساس. طيب هل المكان اغمق زياده؟ اذا في سبب. السبب ده زي ما قلنا كده في الاسباب اللي فاتت، هنختار منهم كل حاجه ونبتدي نصلح فيها. يعني لو انا مثلا ازاله الشعر بتعمل التهابات في المكان، هبتدي اعمل ليزر. لو مثلا انا دايما بستعمل ملابس غير قطنيه، بنتجه دايما للملابس القطنيه، وجود التهابات متكرره بعالج الالتهابات، وجود اكزيما او اكزيما تلامسيه من حاجه معينه ببتدي اتعامل معاها علاجيا الاول. طب يا دكتور كل الكلام ده خلاص تفاعلنا معاه وعملناه، احنا دلوقتي عايزين نبتدي نفكر نبتدي نفتح المكان. تفتيح المكان ده بيبقى ليه كذا طريقه. هل انا زي ما قلنا كده هنعمل ليزر الاول عشان نبطل يحصل لنا تكرار من ازاله الشعر بالتهاب، فهنزلها بالليزر فالدنيا بتبتدي تتفتح شويه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه ان انا هعمل بقى، هل هعمل جلسات؟ هل هاخد كريمات؟ هل هحقن؟ كل دي حاجات بنعملها في العياده علشان نحسن اللون. طيب انا هختار ايه من دول؟ في الغالب احنا كدكتور بنحدد على حسب درجه اللون غامق قد ايه. يعني هل الدنيا غامقه قوي فاضطر ان انا اعمل جلسات تقشير واعمل بعدها جلسات حقن، او هعمل بعدها جلسات تفتيح، كل الجلسات دي بتتعمل جوه العياده. لا، الدنيا درجه بسيطه بس او درجه غامقه واحده، فببتدي ادي كريمز تحسن المكان او تحسن اللون، فببتدي احس ان الدنيا احسن كتير، مع ملاحظه الاتي ان التعليمات اللي احنا قلنا عليها بتسبب الغمقان لو انا ما بطلتهاش الغمقان هيرجع تاني طبعا بسهوله جدا. فدي حاجه دايما بنحطها في الحسبان، ان انا بعالج الاول السبب اللي بيسبب لي الغمقان، وبعدها بعالج الغمقان نفسه، مع دايما الحفظ على ان احنا نعمل روتين كويس للمنطقه دي. فبالتالي دايما هنحرص على ان احنا نحافظ على المكان ده مترطب، دايما المكان ده جاف، دايما المكان ده بنستعمله الكريمات بتاعه الروتين بتاعتنا اللي تحافظ عليه مترطب ومتفتح ومن غير اي التهابات تخلينا نرجع تاني لنفس اللون الغامق اللي كان موجود. تابعونا دايما في عيادات كنانه.